رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل، ونرحب بأخصائية علم الطاقة والتجميل الدكتورة جوري المطيري. يا مرحبا فيك، نورتينا في ليالي الكويت. مشكورين وما قصرتوا، والنور نوركم. حياك الله. مشكورين على الاستضافة، الله يحييك. يمكن أول سؤال يطري على بالي، شنو علم الطاقة اللي تقدمه أخصائية علم الطاقة جوري المطيري؟ علم الطاقة هو عبارة عن علم يختص بطاقة الإنسان ومدى تفاعلها مع الطاقة الكونية، أو العكس صحيح، الطاقة الكونية ومدى تفاعلها مع طاقة جسم الإنسان. طبعا هو بس حابة أنوه أنه هو علم قرآني بحت، بعيد عن النظرة اللي الحين متواجدة أنه علم في شعوذة وفي دجل، بسبب اللي مطروح في وقتنا الحاضر، وبسبب الممارسات والمغالطات اللي الخاطئة من بعض يعني الناس. وايد ناس تسمع نقول احنا ما نؤمن بهالسوالف، او ما عندنا اعتقاد فعلاً صحيح فعلاً، لان الممارسات الخاطئه هي اللي خربت على المفهوم الاساسي لعلم الطاقه. فعلم الطاقه علم يتكلم عن طاقه الانسان ومدى تفاعلها مع الطاقه الكونيه من حوله، وايضا العكس، الطاقه الكونيه مع طاقه الانسان. ولو نبي ندقق راح نلاقي القران الكريم شرح لنا كل نظريات علم الطاقة. فمثلاً القرآن الكريم شرح كل شيء في هذه الدنيا، لكن لما نرجع على علم الطاقة، هو علم كامن داخل الروح، داخل الأجساد كذي. هو كل إنسان عنده طاقة. حلو. وكل الكون من حوالينا في طاقة. طاقة كونية. وشلون الإنسان يتفاعل مع هذه الطاقة، وأيضاً الطاقة الكونية تتفاعل مع الإنسان. يعني ممكن أنا في استخدام صحيح لقوة الطاقة ممكن أؤثر على شغلات كونية؟ هذا تقصدينه؟ هذه شوي النظرة اللي غلط، إن الواحد يطول شيء ويقصر شيء ويحرك شيء. لا لا مو لا, لا بشكل هذا عام خارج عن لا طبعاً أنا ممكن أنا أثر على الكون من حولي، مثل ما الكون من حولي يأثر علي. في صورة الطارق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. هذه الآية تتكلم عن هالة الإنسان، عن الغلاف اللي يحمي جسم الإنسان من العوامل الخارجية، وكذلك هذه الهالة تأخذ وتعطي، يعني تخترق، ممكن الإنسان من خلالها يكتسب طاقة، سواء الطاقة السلبية أو إيجابية، وأيضا ياخذ طاقة سواء طاقة إيجابية أو سلبية، هذا على حسب ما أنت تحدد لنفسك. حلو. يعني وايد أنا أسمع ساعات مرات يقولون عشان تفرغين الطاقة السلبية اللي فيك، مثلا امشي على البحر حافية، أو امشي على أرض صحيح وانت حافية. صحيح صحيح. حتى السجود في الصلاة هو تفريغ لشحنات كهربائية سلبية، كهربائية سلبية في الأرض. التربة واتصال الإنسان فيها، تربة البحر، في البحر في يود الإنسان يكتسبه من خلال التيارات الهوائية على البحر. في أشياء وايد، الاتجاه للقبلة، هذا أيضا تكسبنا طاقة، يكسبنا طاقة إيجابية ونتخلص من الطاقة السلبية. التأمل، الجلوس أثناء الشفق الأحمر اللي هو قبل فترة المغرب، هذا أيضا يكسبنا طاقة إيجابية. حلو. ويخلصنا من الطاقة السلبية. حلو. دكتورة جوري المطيري المتخصصة في علم الطاقة، ذكرت لك تصريح قديم يقول أن جلسة مساج تساوي رياضة أسبوع كامل. أنا مستغربة أنت شلون طلعت هذه الوقعة. أكيد. خلنا أقول لك شغلة، السؤال اللي بقول لك، هل ممكن أستخدم علم الطاقة في كل مجالات الحياة، المساج، ممكن التجميل، ممكن الصحة، موجود هذا؟ طبعا ممكن نستخدم، بس مو بكل شيء، عشان ما نكون إحنا خارج المألوف أو خارج النطاق. أنا مثلا ما أقدر أعالج مريض القلب اللي محتاج جراحة، أنا ما أقدر أعالج إنسان في شيء عضوي محتاج جراحة، لكن جلسة مساج تنحيف وشد نعم تساوي أسبوع رياضة. ليش؟ لأن المساج هو عبارة عن حركة خارجية، مجهود خارجي من المتخصص إلى الجسد اللي يبي يفقد هذه الدهون، بس تكون مضاعفة بدبلات المرات عن
يعني جلسة رياضة. مساج تساوي رياضة أسبوع كامل. نعم كلام الدكتور رجل. في لقاء من اللقاءات كان لي معك ذكرتي أنك أنت تسحبين طاقة الطاقة السلبية من المريض. نعم. وهذه عملية السحب تدش داخل جسمك أنت. أي صح ذكرتي هالموضوع هذا؟ صح. اي ذكرتي انها تدش داخل جسمك وانت تسوين بعض الاشياء اللي تطردين هذه الطاقه السلبيه اللي صح. جمعتيها من خلال الحالات اللي مرت عليك. ما شاء الله عليكم مذاكرين متابعينها. فعلا عشان اتخلص من الطاقه السلبيه لازم ارجع البيت اتوضا الوضوء لازم اصلي ركعتين في بعض التامل مع الله سبحانه وتعالى في بعض الامور بهالطقوس هذه أقدر أتخلص من الطاقة السلبية اللي أخذها من وأحياناً أمرض. إنزين إذا ما سويتي هالأشياء شو أمرض تمرضين؟ يعني أحياناً واي يعني أحياناً غالباً ما أمرض يعني أكون مخلصة جلسة الطاقة وأمرض فترة يومين ثلاثة وأحياناً تمتد أسبوع. حلو دكتورة جوري يعني في عندك متخصصة أنت في سبا موجود عندنا بالديرة حلو. قاعد تقولين ان من خلال المساج انك انت ممكن تنحفين ممكن تشيلين ترهلات بعض الجسم هذا موجود عندنا جوري سبا طبعا جوري سبا يمكن الناس اللي كانت قبل كنت اشتغل لها تعرف هذا الموضوع يمكن الحين لما بتكلم في ناس وايد راح تقول هذه كلامها مو منطقي او قاعده تتكلم بس عشان التكسب المادي او شيء لا في حالات فعلا حقيقيه فعلا المساج عندي يفتت الخلايا الدهنية ويشد النسيج بشكل ما تتوقع يعني مثلا تجيني الوحدة وزنها 115 توصل ل 60 في سرعة يعني الهواء هذه موجودة عندكم كانت هذا خلال 6 جلسات صدق والله؟ اي لا لازم امركم انا خلال 6 جلسات طبعا هو تفتيت للخلية الدهنية وايضا شد للنسيج بشكل اكبر من المعتاد من خلال المساج وجلسه الطاقه يعني من خلال المساج كوسيله مع الطاقه احرق الخليه الدهنيه بشكل اكبر من اللي احنا نشوفه ويشد النسيج لدرجه ان الوحده اتراهن معاها اقول لها اذا طلعتي الكل راح يقول لك انت سويتي تكميم انت سويتي عمليه جراحيه لهالدرجه اي لهالدرجه ما شاء الله دكتوره اختفيتي فتره يعني توقفتي عن هالموضوع فتره ليش كانت باليابان لا انا سمعت قريت ان انت دارسه المساج تخصص الطاقه في اليابان مو المساج علم الطاقه طبعا دراستي انا هني في الكويت هي لغه عربيه ما شاء الله ماجستير دكتوراه لغة عربية ما شاء الله بس علم الطاقة درسته في اليابان زائد وايد أمور أنا توقفت فعلاً 8 سنين عن المساج والحين راجعة مرة ثانية سبب التوقف ماكو ما في نحشة يعني الله سبحانه وتعالى رزقني بتوأم وأنت أكثر وحدة تعرفين التربية والمسؤولية المضاعفة للتوائم زائد أن أنا ويسلمك يا ربي ويخلي لك عيالك زائد أني كنت أدرس بوقتها الدكتوراة ما شاء الله فما قدرت في وايد ناس قالوا إيه جوري اكتفت لا لا بالعكس أنا لما اشتغلت المساج مع أنه متعب وعلى فكرة كنت حامل بالتوأم والناس كلها ما تدري أني حامل بالتوأم كنت أشتغل 170 إلى 200 مشتركة في اليوم الواحد مساج تنحيف والمساج كان متعب لدرجة أني أنا رحت يعني طلبت أني أولد عشان أرجع حق زبايني لكن لما تركت لأن فعلا هذيل الاثنين وصبيان شباب ما تسيطر عليهم المسؤولية والتربية مضاعفة أنا الحين رديت لأن وايد ناس لامتني كثير قالوا لي إحنا خضعنا للعمليات بسبب أن اشتركت المساج وخليتينا يعني نروح لأمور أخرى كلام جميل دكتورة بس اسمك تفضلي أنا درست بنتها صح؟ انت ما ادري صح درست بنتك؟ درستي بنتي انت مدرسها؟ اي كنت ما شاء الله ما شاء الله زين دكتوره انا شو اسمه يعني ما ابي ادش في مجال عشان تعرف ان المدرسه وام الطالبه بعدنا شباب ما شاء الله ما شاء الله
تستاهل حصة هذا الكلام الطيب، لكن السؤال الحين لأني لو بدش في تخصصك اللغة العربية أكيد بطلع منك أبيات شعرية جميلة، لأن كل واحد يحمل لغة عربية أكيد في داخله شعر. لكن السؤال، عرفنا المساج، يعني خذيني شوي حسب الفهم اللي أنا فيه. المساج عرفنا للاسترخاء والراحة. المساج اللي أنت قاعد تستخدمينه الدكتورة جوري هو للتنحيف ويعني التخسيس، صح القول؟ في آلية معينة تفرق عن المساج اللي نعرفه احنا؟ إيه نعم، في آلية، أكيد في آلية للمساج. في وايد ناس تعرف تسوي مساج لكن ما عندها آلية المساج. المساج يحتاج إلى 30 جلسة عشان الخلية تتفتت وتفقد الدهون والنسيج يشد، هذا أقل فترة 30، في بعضهم يقولوا لك 5 و10، هذا كلام مو صحيح. المساج لازم يتم بشكل يومي وراء بعض علشان الدهون تبدي تفتت وتكون يعني بشكل مستمر، ما تعور، صح؟ لا، في ألم بسيط، في ألم بسيط طبعا، في أعراض. صحيح إن تزرق الجسم ممكن يزرق، هذه أعراض إيجابية لتفتيت الخلية الدهنية، ما هي مثل ما يظن بعض الناس إنها سايد إفكت للمساج. بالعكس، تفتيت الخلية الدهنية ينتج عنه بعض الكدمات البسيطة، الألم، وهذا شيء جدا طبيعي وبالعكس إيجابي مو سلبي. لازم الوحدة في خلال المساج تبتعد لي شوية عن الوجبات السريعة وال، يعني في حمية غذائية معينة، مو حمية، هو في ابتعاد عن العادات السيئة إلى حد ما عشان تقدر، بس يعني إذا اتبعت آلية المساج تفقد اكثر من نص وزنها. حلو. وشد جسمها. احنا نشكرك على تواجدك معنا، ولكن مشاهدينا في ديار الكويت لهم خصم ولا لا؟ يستاهلون. الحلال حلالكم، واللي تبونه خصم. ها، مشاهدين قاعد يتابعون. اول شيء انا اروح واضعف بعدين. طبعا حصه انت مرحب فيك من زمان. مشكوره مشكوره دكتوره، يعطيك العافيه. ولا انشغال؟ لا لا، ان شاء الله جايتك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بس هالصراحة انت ما في يصير حق الرجال، بس حق، لا هو بس للنساء. ليش هذا نزعل؟ انتوا لازم تبون بكل شيء يكون لكم نصيب. ما يصير، لا صدق، يعني الواحد اذا كان يعاني شلون، لا مشكله، بس سووا رياضه، تعبوا، تعبوا على نفسكم. وحق النساء او البنات الله يحفظهم، ريحهم جلسه واحده مساج، انا اسبوع رياضه، واحنا عندنا اسبوع كامل. زين، شلون الموسيقى تاثر في علم الطاقه؟ طبعا الموسيقى تاثر، التنفس هي العطور تأثر، الحواس كلها تأثر على طاقة الإنسان بالسلب أو بالإيجاب. هذا بس الموسيقى أكيد إيجابي، أكيد في بعض الموسيقى إيجابي وفي بعض الموسيقى تأثر تأثير سلبي. نسمع إيجابي عيل؟ يلا نسمع. أشكرك على تواجدك يا غالي. يعطيك ألف عافية سيدي في تواجدك. عندنا سينما بدر الخميس بعد شوي، زميلنا يعطي ألف عافية، وعندنا بعد الفاصل ولاء الجندي، تابعونا.